أعزائنا المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير من تلفزيون جمهورية صوماليلاند. نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار، نستهلها بأهم وأبرز العناوين. رئيس جمهورية صوماليلاند وبرقية عزاء ومواساة إلى أهالي المغفور له الشيف عاقل ساهي حاجي آدم. نائب رئيس جمهورية صوماليلاند ومشاركته في اجتماع مع أمناء عموم الأحزاب السياسية الثلاث. وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث ومشاركته في مناسبة احتفالية كبيرة. أعزائنا المشاهدين، كانت هذه أبرز عناويننا، وإليكم الآن النشرة بالتفصيل. بعث رئيس الجمهورية صوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود آدم بلقية عزاء ومواساة إلى كافة سلاطين وعقال وشيوخ العشائر في جمهورية صوماليلاند وخاصة أهالي المغفور له شيف عاقل ساهي آدم الذي وافته المنية في العاصمة هرقيسة. بعث رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود آدم بلقية عزاء ومواساة إلى سلاطين وعقال وشيوخ العشائر وكافة مواطني صوماليلاند وخاصة أهالي المغفور له بإذن الله تعالى شيف عاقل ساهي حاجي آدم أو علمي، والذي وافته المنية في العاصمة هرقيسة. وصفه فخامة رئيس جمهورية صوماليلاند المرحوم بأحد أهم أركان النضال الوطني الذي نادى بالسلم والمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد، ودعا الله القدير أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. شارك نائب رئيس الجمهورية فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزيلعي في اجتماع لأمناء الأحزاب السياسية الثلاث للاتفاق على مسودة الأولية لأجندة الانتخابات القادمة. توصلت الأحزاب السياسية الثلاث إلى اتفاق بشأن مواضيع هامة من بينها انتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، وذلك في أولى اجتماعاتها بحضور نائب رئيس الجمهورية فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزيلعي، عدد آخر من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وعقلاء وسلاطين. وعلى خلفية هذا الاجتماع عقد كل من نائب رئيس الجمهورية فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزيلعي وأمناء عموم الأحزاب السياسية الثلاث مؤتمرا صحفيا صرحوا من خلاله أهم ما توصلوا إليه في هذا الاجتماع. وتحدث في بداية هذا المؤتمر نائب رئيس الجمهورية فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزيلعي، أشار من خلال كلمته إلى أهمية هذا الاجتماع الذي دعا إليه أمناء الأحزاب السياسية الثلاثة في البلاد من أجل مناقشة قضية الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. وتحدث أيضا أمناء الأحزاب السياسية الثلاثة أشاروا إلى أهمية هذا الاجتماع وإلى نجاحه على الصعيد السياسي في البلاد، وأضافوا أيضا إلى أهمية الاتفاق على المسودة الأولية لأجندة الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. شارك اليوم وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث معالي عبد الله محمد طاهر عكسي في مناسبة موسعة أقيمت بمقر الوزارة لتسلم المدير الجديد للتلفزيون القومي مهام عمله من المدير السابق. شارك اليوم وزير وزارة الإعلان والتوعية والتراث بجمهورية صوماليلاند معالي عبد الله محمد طاهر عكسي في مناسبة موسعة أقيمت في مقر الوزارة، وذلك بمناسبة تسلم المدير العام الجديد للتلفزيون القومي سعادة عبدي علي مهدي مهام عمله كمدير عام للتلفزيون القومي خلفا للمدير السابق سعادة خضر حسن علي قاص. شارك في هذه المناسبة كل من نائب وزير وزارة الإعلان والتوعية السيدة شكري حرير إسماعيل ونائب وزير وزارة الشؤون الداخلية لشؤون الأقاليم ونائب وزير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سعادة عبد الواحد عبد القادر عبد الرحمن ومدير عام وزارة الإعلام والتوعية والتراث سعادة محمد آدن علمي. وتحدث في هذه المناسبة بكلمة نائب مدير عام التلفزيون القومي والسيد يونس علي نور أحد الخبراء الإعلاميين في الوزارة، رحبوا من خلال كلماتهم بالمدير الجديد راجين من الله تعالى أن يعينه ويوفقه في إدارة شؤون التلفزيون القومي. هذا وتحدثت في هذه المناسبة أيضا نائب وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث السيدة شكري حرير، أشادت بمجهودات المدير السابق سعادة خضر حسن علي قاس ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الإعلامية حاليا، ورحبت أيضا بالمدير الجديد لانضمامه إلى أسرة وزارة الإعلام والتوعية. وتحدث مدير العام لوزارة الإعلام والتوعية والتراث سعادة محمد آذن علمي، أشاد من خلال كلمته بمجهودات المدير
المدير السابق سعادة خضر حسن علي قاص وتفانيه في أداء مهامه كمدير عام للتلفزيون القومي، راجيا من الله أن يعينه على أداء مهام عمله الجديد كمستشارا لفخامة رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية. وتحدث المدير السابق للتلفزيون القومي ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية حاليا تطرق من خلال كلمته إلى المراحل العديدة التي مر بها التلفزيون القومي والإنجازات الكبيرة التي قام بها خلال إدارته للتلفزيون منذ عام 2012 حتى اليوم، وشكر من خلال كلمته رئيس الجمهورية على ثقته الكبيرة التي أولاها له، وذلك بتعيينه في منصب مستشار لرئيس الجمهورية لشؤون الإعلامية. وكذلك شكر وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث ونائبه السيدة شكري حرير ومدير العام بالوزارة ومدراء الأقسام المختلفة في الوزارة والموظفين وكافة العاملين على حسن التعاون والاحترام المتبادل خلال فترة إدارته للتلفزيون القومي. وأشاد أيضا سعادته بمجهودات قسم العربي في التلفزيون القومي والعاملين فيه على تفانيهم وأداء لأعمالهم في البث التلفزيوني. وحث في نهاية حديثه العاملين في الوزارة على أداء أعمالهم على أكمل وجه. وتحدث في نهاية هذه المناسبة وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث بكلمة رحب من خلالها بالمدير الجديد للتلفزيون القومي، كما أشاد بمجهودات المدير السابق وتطرق أيضا إلى الكوادر العاملة في وزارة الإعلام والتوعية والتراث التي يجب الاستفادة من خبراتهم في المجال الإعلامي. وفي نهاية هذه المناسبة تم التوقيع على وثيقة التبادل المناصب الإدارية للتلفزيون القومي بين سعادة خضر حسن علي قاص المدير السابق للتلفزيون القومي ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية حاليا، والمدير الجديد سعادة عبدي علي مهدي. قام اليوم وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث بجمهورية صوماليلاند معالي عبد الله محمد طاهر عكوسي ويرافقه مدير العام لصحيفة دون القومية، قام اليوم بجولة تفقدية إلى المطبعة القومية للإطلاع على أعمال تركيب الآلات الجديدة والعصرية للمطبعة. قام اليوم وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث بجمهورية صوماليلاند معالي عبد الله محمد طاهر عكوسي ويرافقه مدير عام صحيفة دون القومية، قاموا اليوم بجولة تفقدية إلى المطبعة القومية للإطلاع على أعمال تركيب الآلات الطباعة الجديدة والعصرية لإنتاج مطبوعات أدبية وعلمية. وتحدث بكلمة وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث أشار من خلالها إلى أن هذه المطبعة الحديثة والعصرية التي تم تركيبها اليوم تعد من ضمن إنجازات الحكومة الصوماليلاند في العام الحالي، وهي المرة الأولى التي تقوم وزارة الإعلام تركيب مطبعة جديدة وحديثة وعصرية، وأن هذه المطبعة لن تكون خاصة بالمطبوعات الورقية لصحيفة دون القومية، وإنما سوف تشمل وسائل الإعلامية المقروءة الأخرى في البلاد. وأضاف أيضا إنها لن تحتكر إنتاج الإعلامي للمطبوعات من الكتب والمجلات العلمية والأدبية، وإنها تأخذ نصيبها فقط من عالم الإعلام المقروء. وكما تحدث هناك أيضا مدير عام صحيفة دون أشار من خلال كلمته إن هذه الجولة ليست لافتتاح المطبعة، إنما للإطلاع على أعمال تركيب الآلات الطباعة التي تم تركيبها في المطبعة، وإن افتتاحها رسميا سوف يتم خلال أسبوع من الآن كحد أقصى. أجرى اليوم التلفزيون القومي بجمهورية صوماليلاند فرعه بدولة الكويت مقابلة خاصة مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الهيئات العالمية والمحلية. هنأوا من خلال هذه المقابلة كافة صوماليلاند حكومة وشعبة بمناسبة عيد الاستقلال. أجرى اليوم تلفزيون القومي لجمهورية صوماليلاند بفرعه بدول الكويت مقابلة خاصة مع مستشار رئيس جمهورية صوماليلاند لشؤون الهيئات العالمية والمحلية سعادة عبد الفتاح سعيد أحمد ومستشار رئيس جمهورية صوماليلاند لشؤون الصحية سعادة محمود عداني. هذا كما تحدث في بداية هذه المناسبة مستشار رئيس جمهورية صوماليلاند لشؤون الهيئات العالمية والمحلية سعادة عبد الفتاح سعيد أحمد بكلمة هنأ من خلالها جميع مواطنين جمهورية صوماليلاند شعبا وحكومة لحلول مناسبة عيد استقلال جمهورية صوماليلاند، وكما عبر عن فرحته بمشاركته مع الجالية الصوماليلاندية المقيمة بدولة الكويت مناسبة عيد استقلال جمهورية صوماليلاند، وكما قدم شرحا مفصلا عن تاريخ وقيمة 18 من شهر مايو لعيد استقلال جمهورية صوماليلاند. وتحدث أيضا مستشار رئيس جمهورية صوماليلاند للشؤون الصحية سعادة محمود عداني بكلمة هنأ من خلالها جميع مواطنين جمهورية صوماليلاند شعبا وحكومة لحلول عيد استقلال جمهورية صوماليلاند، هذا كما وفانا به مراسلي تلفزيون القومي بدولة الكويت الشقيقة. أعزائي المشاهدين كان هذا آخر نبأ في نشرتنا، حتى نلقاكم في نشراتنا القادمة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل ودمتم في رعاية الله.